الأخضر فايزين وعارفين إنك بطلنا كل وقت وكل حين. من السهل أن تدرك القمة ولكن من الصعب أن تحافظ عليها. هذا هو حال الأخضر السعودي الذي يتطلع إلى مواصلة تصدره والوصول للكرنفال العالمي. فقبل أقل من شهر كان المنتخب السعودي على موعد مع مباراتي افتتاح تصفياته العالمية، والعلامة الكاملة كانت نتيجة مواجهتيه أمام المنتخب التايلاندي وشقيقه العراقي. اليوم عادت عجلة التصفيات للتحرك مجددا، ومهمة الأخضر هذه قد تكون الأصعب، فمنافسه وضيفه في السادس من أكتوبر هو شريكه في الصدارة الكنغر الأسترالي، ثم يستقبل بعدها في الحادي عشر من ذات الشهر شقيقه الإماراتي. الهولندي فان مارفيك أراد الحفاظ على معظم الأسماء في تشكيلته وتغيير بعض الوجوه ممن تألقوا في الآونة الأخيرة مع أنديتهم أو عادوا من الإصابة، فعاد حارس نادي الشباب محمد العويس على حساب عساف القرني، في حين تواجد لاعب الرائد سعيد المولد ولاعب الاتفاق حسن كادش، وغاب عبد الرحمن العبيد، فيما بقي خطي الوسط والهجوم على حالهما. فكانت التشكيلة على النحو التالي: في حراسة المرمى ضمت القائمة ياسر المسليم ووليد عبد الله ومحمد العويس، أما في الدفاع فتواجد كلا من منصور الحربي ومحمد البريك وعمر وأسامة هساوي، إضافة لمعتز هساوي وحسن معاذ ومحمد ألف تيل وسعيد المولد وحسن كادش، فيما كان خط الوسط مكونا من عبد الملك الخيبري وعبد المجيد الرويلي وسلمان الفرج وعبد العزيز الجبرين وحسين المقهوي ويحيى الشهري، إضافة لتيسير الجاسم ونواف العابد وفهد المولد وسلمان المؤشر وعلي عواجي، في حين بقي محمد السهلاوي ونايف هزازي في مركز الهجوم. عروس البحر الأحمر جدة وملعبها الجوهرة سيكون هو الحاضن الرئيسي لتجمع عناصر المنتخب في معسكره التحضيري هذا، والذي سينطلق الخميس المقبل قبل البحث عن النقاط الست. نور الجاموس، صدى الملاعب.